ليس كل شيء هو الإدمان. هنالك تحديات كثيرة حول الألم وحول المفاهيم الخاطئة. وجزء من الأمور النفسية التي يواجهها مريض الخلية المنجلية هو أنه هو يجب أن يدافع عن حاجته إلى تسكين الألم، وهذا تحدي كبير وخطير جدا، قد يصل إلى تهديد الحياة ونحن لا زلنا نبرر حاجتنا إلى الألم أنها ليست إدمان أو أنها حالة نفسية أو أنها هي اضطراب النوم أو ما شابه ذلك. هي نوبة قد تتكرر وقد لا تتكرر. إذا ما تم علاجها بالوقت المناسب وبالمعرفة المناسبة سوف تكون نوبة سوف تمر سريعا، وأريد أن أرجع إلى أن أكمل حياتي بأسرع من هذا. نعم نعم، هنالك تحديات للوصول إلى المسكنات، وأعتقد دولنا في الخليج هنالك لديها من الأدوات الرقابية والمشددة جدا ما لا تستثني فيه أحد في ضبط صرف هذه المواد الأفيونية. وأعتقد لدينا أيضا عاملين أو أطباء ثقات يقومون بصرف مثل هذه الأدوية ويتم علاجها. ولكن نعم مريض فقر الدم المنجلي مع كل ما تقدم بالعمر فهو يواجه تحديات أخرى غير الألم، تحديات مع العظام، تحديات مع الكلى، تحديات مع أشياء أخرى.